انتشر استخدام الأسبرين منذ أكثر من 80 عاماً لعلاج العديد من الحالات المرضية، من السيطرة على الحمى إلى تخفيف شعور بالألم وحتى علاج النوبات القلبية. كما هناك عدة استعمالات للأسبرين كدواء لعلاج الزكام وآلام الدورة الشهرية وآلام الرأس وكذلك آلام العضلات والمفاصل. وفيما يلي مجموعة من التأثيرات الإيجابية والسلبية للأسبرين على الجسم. أولاً، يقلل الالتهابات. يعمل الأسبرين عن طريق تثبيط البروستاغلاندين، وهو الإنزيم الذي يعمل كمفتاح تشغيل للألم والالتهابات، ولهذا السبب تم استخدامه لعلاج الحمى والألم لأكثر من قرن من الزمن. ثانياً، يسبب تقرحات في المعدة. الأسبرين دواء قوي المفعول، وبعض الناس لا يستطيعون تحملها، ويمكن أن يؤدي تناول الأسبرين لوقت طويل إلى تلف بطانة المعدة، مما يؤدي إلى تقرحات وألم في المعدة. وتزداد المخاطر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين لديهم تاريخ من الإصابة بقرحة المعدة، وأولئك الذين يشربون الكحول. ثالثاً، يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. الأسبرين جزء من خطة علاج راسخة للمرضى الذين لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لكن لا يجب تناول هذا العقار إلا بموجب وصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص. رابعاً، يزيد من خطر الإصابة بالنزيف. الأسبرين هو أحد أكثر مضادات التخثر شهرة، مما يعني أنه يميع الدم، وهذا الأمر له مزايا مثل تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكنه يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف عند التعرض لأي جرح صغير. خامساً، يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. تشير دراسة أجريت عام 2016 إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين لمدة 6 سنوات أو أكثر كان لديهم خطر أقل بنسبة 19% للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، و 15% أقل من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي من أي نوع. سادساً، يسبب طنين الأذن. تناول الأسبرين يومياً يمكن أن يسبب طنيناً في الأذنين، ويزول هذا الشعور بشكل عام عندما يتوقف المريض عن تناول الدواء. سابعاً، تلف الكبد. تلف الكبد من الآثار الجانبية المحتملة الأخرى لاستخدام الأسبرين بشكل يومي، وإحدى علامات تلف الكبد هي اليرقان، وهي حالة يتحول فيها الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر. ثامناً، إصابة الأطفال بمتلازمة راي. متلازمة راي هي حالة نادرة تسبب ارتباكاً وتورماً في الدماغ، والسبب الدقيق لمتلازمة راي غير معروف، لكنه يؤثر بشكل شائع على الأطفال والشباب الذين يتعافون من عدوى فيروسية، ويمكن أن يؤدي الأسبرين إلى حدوث متلازمة راي. ولهذا السبب يوصي الأطباء بعدم إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين. تاسعاً، نوبات الصرع. إذا كان شخص ما مصاباً بالصرع أو كان يتناول بعض أدوية الوقاية من نوبات الصرع، فقد يؤثر تناول الأسبرين عليه بشكل سلبي، نظراً لأن الأسبرين يساعد على تمييع الدم، فقد يغير من كمية الدواء في مجرى الدم، ومن الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدام الأسبرين لأي حالة مرضية.